العيون عينيا والساقية الحمرانية والواد وادي يا سيدي والواد وادي الواد وادي يا سيدي والواد وادي العيون عينيا والساقية الحمرانية. السلام عليكم، كنعرفكم براسي، معكم من كفاة سارة من مدينة مكناس. كانت أجواء رائعة، دزت معهم حفلة صراحة في المستوى، كان كل شيء منظم، كل شيء كان زوين صراحة، كان تعامل راقي، إنسانة متواضعة طيبة. أول مرة كان يعني كنكون معها كمباشر، كان بغيها كفنانة، إنما أول مرة كنتلقى بها إنسانة خالقة جدا وطيبة. لا أول مرة من المتابعين ديالها، إنما أول مرة كنتلقى بها. دازت حفلة تبارك الله في المستوى، لا من التنظيم ولا من كل شيء. كنشكر حتى السيدة المنظمة اللي هي كراميلا فاشين، كان كل شيء تبارك الله في المستوى. واش نقول لك، الله يرفع علينا هذا الوباء يا ربي، ترجع الأمور كيف ما كانت الحمد لله. وخا رجعت الخدمة رجعت يعني بواحد النسبة، ماشي كي كنقولوا واحد 50%، ما كايناش 100% كي كانت قبل. نتمنى يا ربي يرفع علينا هذا الوباء وترجع الأمور كيف ما كانت قبل. طاقم كبير، ايكيب كبيره اللي كتكون خدامه معنا، اكيد من الدراري، من الدراري اللي كيتطالعوا معنا، نكافات تبارك الله، جروب كبير تقريبا واحد 24 واحد في الجروب اللي كيصار على العرس، اللي كيكونوا في العرس. هادشي غير مع النكافه الحمد لله. بالنسبه لشي دابا ولفنا الحمد لله، عندي الناس اللي مساعديني، عندي الوالده ديالي الله يخليها لي، هي كتعاوني كتساندني في الخدمه ديالي، في وليداتي، في كل شيء، اللهم لك الحمد. هي بزاف تبارك الله، طلعت ما شاء الله غزاله، لا في العماريه لا اللبسه اللي لبساتها واتاتها، هي ما شاء الله مشكوره. وصراحه اللي لبساتها تيجيها زوين. اللبسه ديالنا من مكناس، حنا كنسهروا على كنخدموا اللبسات ديالنا عندنا، لي تولي ديالنا فين كنخيطوا، فين كنقادوا المسائل ديالنا، فين كنورغانيزيو كاع اللبسات مع العريصات كاملين. حتى هي انسانه رائعه، انسانه صراحه خالقه حتى هي. صراحه ما لقيناش مشاكل مع الفنانات اليوم نهائيا، كان كل شيء منظم، كان كل شيء زوين، كان كل شيء في المستوى. مقر عندنا دابا تقريبا جوج ديال المقرات في مكناس، كاينه لاطولي فين كنخدموا، لاطولي فين كنستقبلوا الناس ديالنا. وان شاء الله يا ربي مازال الخير القدام، مازال يكون عندنا يعني كي كنقولوا ان شاء الله بلايص اخرين في مدن اخرى ان شاء الله، اللي عرفنا المغرب كله ماشي غير مدينه مكناس. كنخدموا لكل شيء، خدمنا العرس ديال احوزار، خدمنا العرس ديال دي جي حميده هنا في مكناس، الناس ديال مكناس خدمنا بزاف ديال لي ستار. كنتمنى لهم التوفيق ومسيره موفقه ان شاء الله في حياتهم الزوجيه وفي حياتهم العمليه. هي اش كنشكرها بزاف على التعامل اللي تعاملات، وعلى الانسانيه ديالها مع الناس كاملين، وعلى الخطر اللي كدير الناس، كنشكرها بزاف. ونتمنى ان شاء الله ما تكونش اخر مره نتلاقاو، ان شاء الله تجينا لمكناس وتزيد تزورنا، لان محبوبه في مكناس. بزاف كيشبهوني بسعيده شرف، بزاف اللي كيلقاني اللي ما كيعرفنيش كيقول لي لا الفو لا الصوت ولا الشبه، ربما الناس كيشوفوا هكايا. لا صحراويه، اصل صحراويه تنبغيها وعزيزه عليا، فنانه هي في المستوى. نتمنى ان شاء الله يجمعني مع شي عمل ونخدموا جميعا ان شاء الله. بزاف اللي كيشبهوني بها، كانت عندي واحد ليفالمون في بروكسل، في المطار تعرضوا لي، في المطار تيعيطوا لي بسميتها، بزاف ديال الناس اللي كان عندي تشابه معهم. نتمنى ان شاء الله نتلقى بها ان شاء الله. ورا ماشي بزاف، كاين شويه شباب، ماشي بزاف زعما، ما نقولوش 100%، كاين شويه شباب. اللهم لك الحمد، اللهم لك الحمد، الامور ميسره، اللهم لك الحمد. نتمنى يا ربي يرفع علينا هذا الوباء وترجع الامور كيف ما كانت نهار الاول. لا بالعكس، كنخدموا مع جميع الفئات، مع الناس كاملين، اللي عنده اللي ما عندوش، على حسب كل واحد والمستطاع ديالو. الخدمه ديالنا ما كت كي كنقولوا ما كتبازيش على الثمن، وانما على التعامل، ولانا كنكسبوا كليان الحمد لله. عرس كنخدموا كنجيبوا منه عرسات اخرين، هذا هو الربح ديالنا. لا الله يستر، ما طاحش ان شاء الله. الله يستر، الله يستر. نفس القياس باش كتكون تلهزة العمارية متقادة، العماريات اللي عندنا كبار وتقال كنحاولوا نكثروا فيهم ليكيب، باش كيكونش ما كيكونش داك لو ريسك نهائيا. الله والحمد لله يعني كلشي كيدوز مزيان، 8 و16 على حسب الحجم ديالها وعلى حسب الوزن ديال العمارية.
عندي في لاباج ديالي، دخل تشوفها كبيرة. لا 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 ماشي من ناحية العروسة كاع، فارغة. لا ماريا ثقيلة فارغة، ماريا مخدومة بالخدمة ديال النحاس وديال الكريستال ديال الجوهر، اللي كنقولوا الحوايج اللي متقلينها كخدمة ماشي خفيفة، ولا كنقولوا كادرهم خفيف. هي أصلا مصنوعة من نحاس كريستال جوهر، داخل فيها الطرز، داخل فيها يعني هي ديجا هذا الثقل ديالها وعلى الحجم ديالها. دابا كنخدموا في لي صال كبار، تنديروا عمارات كبار، عمارية فيها مثلا كاين اللي فيها 1.80 متر، شحال هذه العمارية كتخدم على 1 متر ما كنفوتوهاش. دابا كنديروا الكبار باش كتبان اللبسة ديالنا، كتبان العروسة في وسط منها الماوية. لا كنديروا غير العروسة، على ريس كندوروا في الميدا. كنشكر بعدا كاينة القناة ديال أشواق، كنشكر الناس كاملين اللي كيبغيوني واللي كيتابعوني، كنشكر جميع الحضور، وكنشكر الناس اللي كيساندوني، صحاباتي خواتاتي الله يخليهم ليا. وبالنسبة سعيدة شرف، كنتمنى إن شاء الله نتلاقى أنا وياها في شي عمل إن شاء الله يا ربي، خدموا مجموعين إن شاء الله. عيون عينيا والساقية الحمرانية، والواد وادي يا سيدي، والواد وادي، الواد وادي يا سيدي، والواد وادي. العيون عينيا والساقية الحمرانية. وفعل الجرس ليصلك كل جديد، وشارك الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي. أشواق تيفي، جريدة إلكترونية وطنية شاملة ومستقلة.